ما هي السجائر الإلكترونية؟ السجائر الإلكترونية هي أجهزة إلكترونية تسخن سائلاً وتنتج لذاذاً أو مزيجاً من الجسيمات الصغيرة في الهواء. تتوفر السجائر الإلكترونية بأشكال وأحجام عديدة، معظمها يحتوي على بطارية وعنصر تسخين ومكان لحمل السائل. بعد السجائر الإلكترونية تبدو مثل السجائر العادية أو السيجار أو الأنابيب، وبعضها يشبه الخزائن المتنقلة والأقلام وغيرها من العناصر اليومية. يطلق على استخدام السيجار الإلكتروني أحياناً بفيبينغ أو جولينغ. عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية: بين مدخني السجائر في المدارس الثانوية، 7 من 10 من الشباب يستخدمون السجائر الإلكترونية أيضاً. خلال عامي 2017 إلى 2018 ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، مما أدى إلى تصنيف استخدام هذه المنتجات بين الشباب بالوباء في الولايات المتحدة. مخاطر السجائر الإلكترونية للمراهقين والشباب: يعد استخدام السجائر الإلكترونية خطراً على المراهقين والشباب، فتحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين. منتجات الطبخ الساخنة: الأيروسول من السجائر الإلكترونية ليس مجرد ما ونكهة، بل يحتوي على مواد كيميائية ضارة، ومن ضمن هذه المواد مادة النيكوتين. مكونات الأيروسول: جسيمات متناهية الصغر يمكن استنشاقها في عمق الرئتين. نكهة تسمى دايستيب، وهي مادة كيميائية مرتبطة بمرض رئوي خطير. مركبات عضوية متطايرة مثل البنزين الموجود في عوادم السيارات. المعادن الثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص. بالرغم من معرفتنا عن مكونات السلبي للأيروسول، ما زال العلماء يدرسون الآثار الصحية والجرعات الضارة لمحتويات السجائر الإلكترونية عند تسخينها وتحويلها إلى أرذاذ بشكل أكمل، سواء للمستخدمين الناشطين أو الذين يتعرضون للهباء الجوي السلبي. كيف يؤثر النيكوتين في السجائر الإلكترونية على الدماغ النامي؟ يستمر الدماغ في النمو حتى أوائل ومنتصف العشرينات، فكل مرة يتم إنشاء ذاكرة جديدة أو مهارة جديدة يبنى شبكة اتصالية أقوى بين الخلايا العصبية في الدماغ. ومن المعروف أن أدمغة الشباب تبنى بشكل أسرع من أدمغة البالغين. فالنيكوتين يسبب بالإدمان بدرجة كبيرة، ويؤثر على جزء الدماغ المسؤول عن اتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات. الإدمان يعتبر نوع من أنواع السلوكيات المكتسبة عن طريق التعلم، فيمكن للمراهقين أن يصبحوا مدمنين على منتجات الطبخ وغيرها من المواد الكيميائية والمخدرات بسهولة أكبر من البالغين. مخاطر سلوكية: يرتبط استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب ارتباطاً وثيقاً باستخدام منتجات الطبخ الأخرى مثل السجائر العادية والسيجار والشيشة. ومع ذلك، استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يغير طريقة عمل الدماغ، مما يؤدي في بعض الحالات إلى اندفاع واضطرابات المزاج. هل السجائر الإلكترونية أكثر أماناً من السجائر العادية؟ لا يزال خطيراً ومسبباً للإدمان. إذا كنت تستخدم الطبخ، فلا يزال بإمكانك الإقلاع عن التدخين.